وتفتن بين قيس في البلاد وأنت برمح جساس ستطعن وعبدي يذبحك بين الجماد وتكتب في دماءك على البلاطة لمن بعدك من تشتيت وتأخذ للجليل الأبطرين وتحظى بالمعصرة والمراد بل ويظهر لك غلام بعد فتلك يسمى الجرب قهار الأعاجي بعدك سيظهر وتصحبه السعادة في البلاد بل وسيف ابن يزن بعدك سيظهر وتصحبه السعادة في البلاد ويبقى حكمه 70 عاما ويحكم بالعدل بين العباد ويظهر له ولد يدعى بدمر شديد الفرس مرفوع العباد شديد الباس مرفوع العماد ويحكم في بلاد الشام بعده يجيب الماء من أقصى البلاد وبعده يظهر المدعو بعنتر يفيد الخصم في سوق التراجي وبعد يظهر الهادي محمد يقيم الدين ما بين العباد قال وبعد الهادي محمد ما بين العباد وأصحابه معه 10 كوامل خيار الناس سادات البلاد أبو بكر وسعد مع سعيد وطلحة والزبير بن الزياد وعثمان وعمر مع علي وعامر مع حسين بن الوهاد قال وعثمان وعمر مع علي وعامر مع حسين بن الوهاد أبو بكر يموت بلسع حي وأما عمر يقتل بالطراد علي بالسيف يرديه بالملجم يتيما وانتشى بين الولاد
يتيما وانتشى بين الولاد ولا يظهر له قبرا محققا ما بين الناس في أقصى البلاد وتختلف الصحابة يا كليبا ويحكمها حسين بن الوهاد ويأجوجا ومأجوجا ستظهر ويملأ جيشا كل البلاد. يا رجال على الثور صايل في معركة صنور يا مهجر.
كان فايدة الشيخ علي الدين البسام. Thank you.
القاسم على كسر رأس العين. وبكثر عليك الكهل ثم الكيل ولا بجيك بجيش تعرف اعدادي. ويوم الوغى لدع الشجاع ذليل من كان اختنا نصلي على النبي مرسلي بالمؤمنين دليل. شعر بألف 300 قصيدة، يعني احنا عارضين 182 قصيدة، لكن هذول القصائد بكونهن كلهن على حاله. كان نزل الملاح من المزرعة الغربية كظلام الله، اسم ابو حسين الملقب بشكره. كان مجوز ثنتين، واحدة من بلدهم وواحدة من البيرة، اخت لعمر العامر من البيرة.
ولكن أنا بقول لك الشاعر رأيت الدهر منقلبا يدور ولا حزنا يدوم ولا سرور. نجي الفداء ولكن بعضك العصر بقاش دكاترة مثل اليوم. اسمه داء الجرذان. اللي من بلدهم خافوا انها تروح على ابو حسين وتيجي عليهم وتعديهم طلقها الشرع على حسب الداء اللي في جوزها وابعدوها على ثاني بلد جوزوها في رنتيس. البلوية لا خلفت لا جابت لا ولد ولا بنت. شو قالت؟ قالت بدي اقعد اربي هالاولاد افضل. صارت تيجي على البير على عمر العامل اخوها. قال يا فاطمه. قالت نعم يا اخوي. قال احنا بيجينا خبر انك بتروحي على ابو حسين على القصر لان الدكاتره اللي بفهم حكمه عربي منعوا انه يخش البلد وامروا البلد اذا بخش البلد ابو حسين